نجم المباراة اليوم بالتأكيد بلا منازع اللاعب الذي ذهب إلى المستشفى من في فجر المباراة وكان يعاني من إرهاق وتعب، ومع ذلك يشارك اليوم. وعد قبل أيام بإكرام الضيوف وفعلها نور. تحية أسرة تحرير البرنامج لقائد الاتحاد محمد نور. أنا بتكلم عن فريق وبتكلم عن نفسي، وأي فريق يجي إن شاء الله حنكرمه بإذن الله. أنا وأنت أنت لكيانك لكياني، ليه جامعني معك ما أخضع لقانون كيفك. سلطتك رايك هواك، سلطتك رايك هواك، سلطتك رايك هواك، سلطتك رايك الزميل عبد الرحمن ناصر وفهد الودعان ومحمد العنقري. بالتأكيد لاعب تحس أنه عنده معينين أربع عيون أو أكثر، ما شاء الله تبارك الله. يعني مشكورين صراحة الأخوان على يعني التقرير حلو، لكن أنا محتاج صراحة لازم كل لاعب اتحاد اليوم تعطونا تقرير صراحة، يعني كلهم نجوم صادق. اليوم كلهم نجوم صراحة. نور بقول لك يعني ممكن، لكن نور على اعتبار أنه هو القائد واللي يعني اليوم كان مريض أيضا. شفت التمريرات، تمريرات هدف اليوم هدفين، تمريرة يعني هدف الأول والثاني صراحة هذه يعني من الأمور اللي تدرس بأمانة. صح انه دفاع الهلال ما تمركز صح، ما تفاعل صح، ولكن تحرك بدون كره زي ما قلت ما شاء الله في عيون ورا. الله يوفقك. نونو اسف اليوم ايضا قدم مباراه جيده، اليوم سجل هدفين. بالتاكيد الف مبروك للاتحاديين